وزير التعليم العالي والبحث العلمي سلم عقود لدعم 67 مشروع بحثي بقيمة 106 مليون جنيه. دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بمشاركة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، سلموا باقي ذلك للتسليم عقود لدعم 67 مشروع بإجمالي تمويل بقيمة 106 مليون ضمن النداء القومي الموجه للباحثين المصريين في الداخل والخارج. خلونا نشوف التقرير الخاص بالموضوع ده ونرجع نستكمل مع حضراتكم. نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حفل تسليم عقود لدعم 67 مشروعاً بحثياً بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور أيمن عاشور. دعم البحث العلمي لمواجهة التغيرات المناخية، دور وزارة التعليم العالي الحقيقة بكافة مؤسساتها شغالة بتكامل بين هذه المؤسسات وبعضها، سواء الجامعات حتى الطلاب اللي هم في مرحلة التعليم الجامعي ما قبل التخرج والطلاب والباحثين بعد التخرج. بالنسبة لمشروع جامعة كفر الشيخ الفائز اليوم في موضوعات التغير المناخي، هو مشروع بيساهم في تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون، لأن معروف أن انبعاث ثاني أكسيد الكربون هو أهم عنصر بيساهم في التغيرات المناخية وبيؤدي إلى نتائج سلبية. هدف الاحتفال إلى حث الباحثين ليطوعوا أبحاثهم ضمن الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتكيف مع التغيرات المناخية. فالمشروع فكرته قايمة على إني هعمل تدوير للمخلفات الإلكترونية بهدف إن أنا أحصل على عناصر معينة زي الذهب، زي النحاس، زي القصدير. أكتر الكائنات الحية اللي ممكن تتأثر بالاحتباس الحراري هي الدواجن، لأن الدواجن ما عندهاش غدد عرقية زي عندنا كده، وكمان جسمها بيكسور ريش، فقدرتها على فقد الحرارة بتبقى صعبة. فعشان كده الاحتباس الحرارة اللي بيحصل أو ارتفاع درجة الحرارة اللي بيحصل ممكن يأثر على الطيور عندنا والدواجن عندنا، ودي قضية أمن قومي. في نهاية الاحتفال تم الإشارة إلى أن اختيار المشروعات المستحقة للدعم كان بناء على معايير تتماشى مع تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر. عزيز داود، ميسات.